والآن فليتفضل الجميع رفقة السيد. إذ أن مصالح الوقاية المدنية إلى جانب القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطة والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والأطقم الطبية وغيرهم من المتدخلين كانت من بين الأجهزة الفعالة في مواجهة تلك الكارثة الطبيعية، وكان لها دور حاسم في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم والمساعدة وإيواء المنكوبين والتخفيف بذلك من حدة الكارثة على المتضررين. ولهذا أصبح تطوير جهاز الوقاية المدنية أكثر من أي وقت مضى. يا جيشنا يا أعظم جيش، يا خلينا العسل عيش.